قياس أزمنة المدود، هذا بدك تعطي بالك عليه لأنه هذا ميزان. تقاس أزمنة المدود بالحركات، والحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور. فزمن النطق ب ق يساوي زمن النطق ب ق يساوي زمن النطق ب ق. لذلك علمانا قالوا حركة، ما قالوا فتحة، ما قالوا ضمة، ما قالوا كسرة. ليه؟ لأنه زمن الحركات الثلاث إيه؟ واحد. يعني سبحان الله المقياس لضبط المدود رائع جدا. ليه؟ لأنه مشتق من نفس القراءة. أنت عندك قراءة، من نفس القراءة اشتقيت الميزان، مو من شيء خارجي. يعني ما انتشر من 100 سنة إلى الآن، اللي هو موضوع أنه قبض الإصبع أو بسطها بحالة الوسطى. أقدم نص أنا شفته نص الضباع الله يرحمه، الضباع الله يرحمه توفى 1961، يعني من 64 سنة، من 64 سنة رحمه الله جزاه الله، ولا لا أقل استغفر الله، كم؟ 54، الله يزيد الخير، من 54 سنة توفى سيدنا الضباع رضي الله عنه. فبيقول الله يرحمه الضباع: وكان مشايخنا، اللي متوفي 1961 بيقول وكان مشايخنا، يعني بدك ترجع لك لورا كم؟ 60 سنة يا سيدي، ها؟ معناتها من 1900، نحن الآن 2015، يعني شغلت 100 وشوي، وكان مشايخنا يقدرونها بقبض الإصبع أو بسطها بحالة وسطى. هذا الأمر أولاً محدث، ثانياً غير دقيق. ليش غير دقيق؟ لأنه قبض الإصبع وبسطة بحالة وسطى يختلف من شخص لآخر. يعني إصبعي غير إصبعك، غير إصبع الثالث، غير إصبع واحد من إندونيسيا، غير إصبع واحد في الهند، بل إصبع الإنسان نفسه وهو شاب بالخمستاش وبالسبعتاش غير حركة إصبعه وهو عمره 40 سنة، غير حركة إصبعه وهو عمره 70 سنة، غير حركة إصبعه وعمره 80 سنة. بل ليست منضبطة في الزمن نفسه في الشخص الواحد، في الشخص الواحد في المرحلة العمرية الواحدة باختلاف انفعالاته النفسية. لما الواحد بيكون هيك شايف الوجوه الحلوة هي ومبسوط وشربان قهوة، بيكون حركة إصبعه إيش؟ يعني لما بيكون معصب وطالع خلقه ومتخانق هو ومرته، عارف شلون بيقعد بده يعلم الطلاب، شلون بدها تكون حركه اصبعه؟ بدها تكون متوتره. فاذا هذا الميزان محدث غير منضبط. والامر الثالث جامد، عرفتوا شو معناه جامد؟ يعني قدر واحد بدك تطبقه على سرعه القراءه مهما كانت بطيئه او سريعه او متوسطه. بينما المقياس اللي قالوه سادات العلماء القدامى قالوا هي الحركة، وكانوا يسمونها الأليفات. كنا بحثنا هذا البحث امبارح مع بعض إخواننا، كانوا يعبروا عن الحركة بالألف اللي هي الفتحة. أنت لما بتقول بدك تكتب اسمي، بدك تكتب أيمن، شو أول حرف بتكتبه؟ ألف عليها همزة، أليس كذلك؟ فهنا يقولون هذه هي في النطق لكن بالخط شو؟ ألف. فكانوا يقولون هذا يمد بمقدار 4 أليفات، يعني كانوا يقولوا انتبهتوا كيف؟ وليس قصدهم بالألف، الألف المنطوقة التي ننطقها نحن ونقدرها بحركتين في نحو قالوا. هذا فهم المتأخرين، فهم المتأخرين، وإن شئت فقل المعاصرين. قالوا ظنوا لما قرأوا الألف بكتب القدامى ظنوها الألف الإيه؟ المنطوقة، وليست كذلك، وإنما هي الحركة. الحركة إخواني مقياس مشتق من نفس القراءة. لما أنت بتكون عم تقرأ بهدوء الحركة تبعك شو بيكون؟ إلها زمن معين، أليس كذلك؟ هلا بدك تقول أنت كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، الحركات إلها زمن، أليس كذلك؟ طيب سرع القراءة شو بصير بهالحركات؟ تسرع ويقصر زمنها.
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن أسرعت أكثر وأكثر، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ملاحظ فالميزان ينكمش ويتمدد بحسب سرعة القراءة طولا وقصرا، فعندئذ تتناسب أزمنة المدود مع سرعة القراءة. بمعنى، وهذا حيجي معنا، بمعنى أربع حركات في قراءة التحقيق لا تساوي أربع حركات في قراءة التدوير، وأربع حركات في قراءة التدوير لا تساوي أربع حركات في قراءة الحدث، مع أنه هذه اسمها أربعة وهذه اسمها أربعة وهذه اسمها أربعة، لكن أربعة من إيش؟ من نفس القراءة. الحركة في التحقيق لها زمن، إن أسرعت وصرت في مرحلة التدوير قصرت الحركة، إن أسرعت أكثر وأكثر وصرت تحضر قصرت الحركة أكثر. مثل إذا عم تقول أربع بلاطات، قديش طول أربع بلاطات؟ هذا السؤال له جواب؟ ما له جواب إلا أن تقول لي قديش طول ضلع البلاطة، البلاطة اللي بيبلطوا فيه الأراضي، ها؟ البلاط مو مربع بيكون؟ فإذا بلاطة ضلعها 20 سنتي، أربع بلاطات قديش طولهم؟ 80 سنتي. طب إذا الضلع مو 20، 25 سنتي، صار 100 سنتي. طب إذا الضلع 30 سنتي، صاروا 120. وهذه اسمها أربعة وهذه اسمها أربعة وهذه اسمها أربعة. وضح؟ شفتوا ساداتنا الله يرضى عنهم كيف موفقين؟ ربي سبحانه وتعالى قال وإنا له لحافظون، حفظه بهؤلاء السادة العلماء، الله يجزيهم عننا كل خير، اللي بيننا وبينهم أكثر من 1000 عام، ضبطوا لنا حتى مقادير، ما كان في الثواني وما الثواني، كان يقول مثلا يمدوا بمقدار كذا ثانية أو كذا، جابوا لك مقياس بتحسن تاخده معك على البيت وبتسافر أنت وياه وبتعلموا للكبير والصغير وبتعلموا لطلابك وبيصيروا بينتقدوك، طلابك بينتقدوك بيقولوا لك يا أستاذ المقياس اللي علمتنا إياه أنت عم تجيب أطول منه. صدقوني مرة حضرت مجلسا لشيخ كبير في السن من الذين يقيسون بالأصابع، ويقرأ أمامه رجل من أهل العلم لكن مرعوب من الشيخ اللي عم يقرأ، صحيح هو من أهل العلم بس مرعوب من الشيخ، والشيخ كما قلت لكم كبير كان جاوز 80 وبده يمد مد اللازم، وعم يعمل له الشيخ بين الإصبع والإصبع في إصبع من البطء والكبر، وهداك مسكين عم يمد وعيونه على إيه؟ على أصابع الشيخ وخايف إنه يقول لا ما بقى عنده نفس لا يختنق. والشيخ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قولوا يا شباب ورأي كلكم مع بعض، قولوا يا موسى يا موسى، هاي 6 حركة، يا حركتين، مو حركتين، سا حركتين، جمعا يكون 6 حركة. إذن ولا الضالين كم لازم يكون طولها؟ يا موسى، قولوا لشوف ورأي نوحيها نوحيها، هاي 6 حركات. لذلك السخاوي شو قال؟ لا تحسب التجويد مدا مفرطا، يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا. أول قاعدة هي القصيدة 64 بيت في التجويد، أول قاعدة ذكرها شو هي؟ لا تحسب التجويد مدا مفرطا، يعني لا تحسب حالك إذا عم تمطمط إنك ما شاء الله صوت مجود، لا حبيبي، الموضوع إيش؟ منضبط بمقادير وأزمنة. في نص عن الكسائي بيقول من مد أكثر من 1-2 فقد لحن. الكسائي علي بن حمزة الكسائي أحد القراء 7 بيقول من مد أكثر من 1-2 فقد لحن. 1-2 كأنك عم تقول هي 4 حركات تقريبا، شايف؟ وكم نبه العلماء على انه لا تبالغ في المد، لا مو شطاره انك حتى لو عم تقرا لحمزه حتى لو عم تقرا لورش لا تبالغ، بس
الطبيعي هذا ما بيختلف عليه اثنان، بيختلفوا الناس على الطبيعي يا اخواننا؟ ما حدا بيختلف على الطبيعي، ليس كذلك؟ لا. الطبيعي ضعف الطبيعي ثلاثة أضعاف الطبيعي وانتهى الموضوع. وانتهى الموضوع. أنا لما بدي مد المتصل بده ضعف الطبيعي، موسى، قولوا موسى. موسى. بس أولئك. أولئك. عيسى. عيسى. أولئك. أولئك. وانتهى الموضوع. عيسى أربع حركات، موسى أربع حركات، يا موسى ست حركات. ولا الضالين. بس ده ما في داعي. المدود المخيفة هذه كم وكم نهى عنها العلماء، كم وكم. منهم السخاوي الذي ذكرته لكم منذ قليل. أول شيء قال لا تحسب التجويد مدا مفرطا. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم. أطلت عليكم اليوم. لا لا وين شيخ، خليك جالس، خليك جالس، اجلس يا شيخ اجلس. ما شاء الله ذكرتوني بأيام المدرسة. غدا إن شاء الله سنتكلم بتوسع عن هذا المبحث، قياس أزمنة المدود. غدا إن شاء الله 3:30 يا سيدي، ولا أكثر شوي، مو 3:30، 3:30 غدا إن شاء الله نبدأ، نصلي ونبدأ 3:30. من أحب أن لا تفوته الفائدة فليحضر مبكرا ويصلي معنا هنا، ثم ندخل ونبدأ 3:30. السلام عليكم ورحمة الله.